ولذلك وضع وبالتالي باعتبار القضية في حل هذا والتدخل هذا في بالي من مصلحة كل الأطراف باش تتعاون على إظهار الحقيقة. وقد يكون هذا أن يتزعط التيب أن دوسي دابرونتيساج باش نجدوا ملفات الناس الأخرين الكل المغمور. ولذلك ولا أتصور أنه ثم جهة مش مصلحتها اليوم باش تظهر الحقيقة إيكومبري معناها وزارة الصحة مش حتى أنا ما باش نزيد نطمئنوا عندما أبو عماد تم جلبه من السعودية في 87 كنا في السجن وقد تأسفنا كثيرا لأن نعتبروه متاعنا وتم الساق التهم به في قضية الحديد الضاوية اللي تم إعدامه الضابط احنا القضية تبعنا بتفاصيل وعشنا آلامها من لوتر فاس كيفاش الراجل هذا أعدم وماذا بينا ما نعيشوش آلامها توا دوسات فاس أنه كأننا نبدأ وإحنا متوطئين ضد ولا نحبوش نظهر بالحقيقة خلاف بالعكس احنا مصلحتنا تظهر الحقيقة وتأسفنا جدا وصارت أزمة دبلوماسية بين السعودية وتونس وجاني خبر قالوا رئيس السعودية وقع التلاعب بها بورقيبة قالها هاتيهولي وما نعدموش وإلى غير ذلك وتأسفنا معناها في السجن وصلينا صلاة الغائب وإن كان شهيد معناها لا يصلى عليه وأزيد وتمت الإعلامات الأخرى بتاع معهد بدقة وغيره فكانت أسابيع ظلمة بالنسبة لنا. فالآن أنا في تقديري كل ما تملك وزارة الصحة في تتبع هذه القضية شوي شوي حتى اللي قالوا المحامي قال أنه ثم منزل بحث مستشفى الأمراض العقلية اللي يعطينا معطيات المنزل هذا داخل في نطاق تابع الملكية الواحد كذا نفتحوه ونشوفه ثم حتى أشكال. الآن أنا كلمت مدير المستشفى شارل بان وكلمت رئيس قسم الطب الشرعي جمعتهم يوم الصباح مع 6 الصباح جيتهم وقلت لهم تلقيوا كل الضوء الكامل على هذه القضية ولا تتبعها شيء جديد. طبعا اللي كدواء بيلوتي العمل هدايا هو القضاء مش يتبع بشوية بشيء دواء انتجري وكل الوزارات تتعامل معه. أنا في بالي بهدوء نجم ظهر الحقيقة لأنهم أنا نقترح لكم ربما أعطونا الوثائق دي نتاع البول وأعطونا الإعلام والديشارج نشوف علاش ما جاتش على تقصد على الدعوة سيدي دعوة هي دعوة لأنكم أنتم الاتصال الآخر وتمشيوا الآن تقطع عليك وتمشيوا الآن المدير مستشفى شرق القرى سيري دار وزيد تقولوا ربع عفوا الوزير باش أنتم تعطوه ما عندكم من المعطيات والتدقيقات الفترة الزمنية إلى غير ذلك وهو توا يمدكم بما أمكن منكم به سواء كان اليوم لكن ما تصورش أنه مش تحصل الحاجة أو في الأيام القادمة تكون بيناتكم علاقة أنت تعرف احنا شركاء في القضية هذه سي حمدون كيف كيف اللي موجود توا يمدكم به سي حمدون مي ربما من مصلحة القضية أنه مش كل ما تاخذوه من معطيات تحطوه في الإعلام خلوه جوسكا لوكات تولي كاملة ومكتملة وتبين الواحد بعدين من نير ولا إلى حاجة. طبعا.